لازالت لحد النهارده اسرار حول مقتل يافجيني بريجوجين. يافجيني بريجوجين قائد قوات فاجنر اللي سبب قلق كبير جدا واللي زع صوته، سواء من إعادة التقدم القوات الروسية في الحرب الروسية الأوكرانية، أو القلق الكبير اللي عمله في العالم كله في الانقلاب اللي حصل يوم 23 من يونيو عام 2023. النهاردة بتطلع عندنا صحيفة، وهي صحيفة مش قليلة بل صحيفة كبرى جدا، الوول ستريت جورنال، في مقال طويل جدا بيتكلموا فيه عن تفاصيل لأول مرة حسب وطبقا لما قالت الصحيفة الوول ستريت جورنال ان دي تفاصيل مقتل يافجيني بريجوجين، وبينسبوا الامر الى واحد هو مش مجرد ذراع يمين الى بوتين، ولكن نقدر نعتبره هو الرجل الثاني في روسيا كلها. السلام عليكم واهلا وسهلا بحضراتكم. خليني الاول اقول لحضراتكم على تطبيق كونزل ميد. شركة كونزل ميد هي شركة المانية، وهي عبارة عن اكبر موقع وتطبيق في اوروبا والشرق الاوسط، عليها أكبر البروفيسور والاستشاريين ورؤساء الأقسام في أكثر من 48 تخصص فرعي دقيق. خدمات الشركة من خلال الموقع والتطبيق الخاص بكونزل ميد تقدر تتكلم فيديو مع أفضل رؤساء الأقسام والاستشاريين من أوروبا وأمريكا، وتعرض عليهم الحالة الطبية، وتستقبل تقرير مفصل بأكتر من لغة شامل التشخيص وطرق العلاج الممكنة، لجانب لو في علاج مش متوافر أو ناقص في بلدك كونزل ميد هتوفره لك وترسله لحد باب البيت. نيكولاي باتروشيف، عشان بس ممكن ناس كتيرة ما تكونش عارفاه، ده رجل من العيار التقيل جدا، ده كان رئيس الجهاز الأمن الفدرالي في روسيا. بس خلينا كده نبتدي، عشان قبل ما نقول تفاصيل اللي حصلت لمقتل يافجيني بريجوجين وتم الإعداد للموضوع ده لمدة شهرين، الأول نعرف مين الراجل ده، مين نيكولاي باتروشيف اللي هو عمل كل الأحداث دي. الأول باتروشيف انضم إلى الكي جي بي في الحقبة السوفيتية في ستالينجراد، أو اللي هي سان بيترسبرغ حاليا، وانضم إلى الكي جي بي بعد ما درس الهندسة. بعد كده أصبح ضابط في الكي جي بي المخابرات الروسية في الحدود المتخمة ما بين الاتحاد السوفيتي وما بين فنلندا، وابتدى يضيع صيته وابتدى انه هو يكون ضابط ماهر. وطبعا حضراتكم عارفين انه في وقت الانهيار الاتحاد السوفيتي ظهر مين من الضباط الكي جي بي اللي كان مخلص الى روسيا ومين اللي باع القضية. البعض كان مخلص جدا لروسيا، منهم الرئيس بوتين وايضا منهم باتروشيف. الحقيقة ان ابتدت تحصل صداقة وما بينهم في الشغل ما بين بوتين وما بين باتروشيف، وده الامر اللي خلى ان بوتين لما كان رئيس الوزراء وتعين رئيس الوزراء في عصر يلسن، بوتين رشح ان باتروشيف هو اللي يمسك مطرحه، وهو بوتين كان رئيس الامن الفدرالي رئيس المخابرات الروسية، فقال ورشح ان باتروشيف هو اللي يمسك مطرحه. بعد ما الرئيس بوتين ابتدى هو يمسك رئاسة روسيا، ابتدت بقى الامور هنا تبان، وابتدى شغل باتروشيف. ابتدى باتروشيف ان هو يعمل على اعادة هيكلة جهاز الامن الفدرالي الروسي والكي جي بي، وابتدى ان هو يتدخل في حاجات كبيرة، زي مثلا اللي انا قلت عليهم المجموعة من الضباط اللي هم خانوا روسيا. في مجموعة من الضباط فعلا خانوا روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ابتدوا ان هم يروحوا على الدول الغربية ويبيعوا بعض الاسرار، او ان هم يبقوا عملاء مزدوجين، او يحاولوا ان هم يبقوا عملاء مزدوجين. وابتدى من هنا باتروشيف انه يطلع قرارات باغتيال الشخصيات دي. في اول الامر ده، الكلام ده طبقا لما قالته الوول ستريت جورنال، ان كان في بداية تولي فترة الرئيس بوتين كانت طلعت بعض التسجيلات عن شركة عقارية كبيرة، كان الرئيس بوتين ساعتها، ما كانش هو رئيس روسيا يعني، ان هو كان مستشار للشركة دي، والشركة دي اتهمت بغسيل الاموال، وان كان في تسجيلات صوتية موجودة في اوكرانيا، وصار على طول باتروشيف الى هناك علشان يمحي الامر ده. والرئيس بوتين نفسه هو انكر علاقته بالشركة دي تماما، ولكن هو لم يوجد اي دليل مادي خالص
ما بين الرئيس بوتين وما بين الشركة دي. وعندنا بعدها سنة 2006 لما هو باتروشيف بنفسه كان وراء قانون يصدر في روسيا رسميا ان يجوز التخلص من بعض الناس الشخصيات الروسية اللي بتخون الوطن اللي هي خارج نطاق المحاكمة، يعني اللي هي سافرت برا روسيا وسببت في أضرار جسيمة إلى روسيا. الكلام ده بعد ما هو انتهى أصلا من تصفية كبيرة جدا من الجواسيس ابتدت في سنة 2001. سنة 2007 كان في حصل اجتماع في روسيا لمجموعة من وكالات الأمن القومي وأجهزة المخابرات في روسيا، فالمفروض الاجتماع ده بيخص مكافحة الإرهاب، ولكن أمريكا مرضيتش تودي رئيس جهاز المخابرات، بل إنهم اكتفوا إنهم يرسلوا رئيس محطة تبع الوكالة المخابرات دي إلى هناك إلى روسيا. فطبعا باتروشيف راح جايب رئيس المحطة ده وراح حاطط ايده كده على كتفه وقال له بلغ امريكا ان دي بتعتبر اهانة الينا. وهنا كانت بداية جديدة ما بين باتروشيف في التعاملات وما بين امريكا. ولكن في سنة 2008 الرئيس بوتين عين باتروشيف امين مجلس الامن القومي الروسي. ركز بقى كده لان اللقب ده كبير قوي 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 قوي، ومش اي حد ينفع ياخد الامين مجلس الامن القومي الروسي، حاجة كبيرة جدا. وهنا باتروشيف تحول من انه هو عبارة عن رئيس وكالة مخابرات الى شخصية امنية ودبلوماسية هجينة في نفس الوقت، بل ان باتروشيف من هنا ابتدى انه يتدخل في شؤون كبيرة قوي قوي. زي على سبيل المثال في سنة 2016 لما حصل المشكلة بتاعت الجبل الأسود، وكانت حسب كلام الأمريكان، ما بقولش ان ده الأكيد، ان هما بيقولوا ان سنة 2016 كانت روسيا بتتدخل في الشؤون الداخلية في الجبل الأسود، وان كان في عملاء في صربيا وهو باتروشيف راح وتدخل في الأمر ده علشان يعمل عملية تنظيف لما حدث. أيضا كان في سنة 2020 زيليانسكي كان لسه ساعتها زاكلوك صغنون، راح إلى سلطنة عمان ودولة عمان الجميلة وشعب عمان الطيب الرائع جدا. فكان ساعتها زيليانسكي في عمان، انتوا عمركم سمعتوا عن ان زيليانسكي بيروح عمان؟ هي تقريبا المرة الوحيدة. في الوقت ده كان مين هناك؟ باتروشيف. فساعتها حتى طلع الأخبار وقالت ان في اجتماع سري دار ما بين باتروشيف وما بين زيليانسكي، ولكن زيليانسكي طلع قال لا الكلام ده ما حصلش خالص، وباتروشيف انكر برضو. بلينكين وزير الخارجية الامريكي قبل الحرب الروسية الاوكرانية مباشرة كان موجود في جاكرتا، كان مين هناك ايضا؟ برضو باتروشيف. ده معنى كده ان باتروشيف بيجلس في عدة اجتماعات كبرى جدا وسرية للغاية. باتروشيف عقد لقاءات واجتماعات مع أكبر وكالات أجهزة المخابرات في العالم ومع أهم الشخصيات في العالم كلها. أيضا باتروشيف هو مهندس العلاقات الروسية الصينية. في وقت دونالد ترامب كانت روسيا في علاقات بتبني بقى وبتقوي العلاقات ما بينها وما بين الصين بشكل أقوى من ذي قبل. مين اللي كان مسؤول عن كده؟ برضو باتروشيف. لدرجة ان الإدارة الأمريكية كانت بتضغط على الروس، علشان الإدارة الأمريكية خدوا بال حضراتكم الجمهوريين أعدائهم الأساسيين مش الروس، الصينيين غير الديمقراطيين، فكانت الإدارة الأمريكية عايزة ان باتروشيف ما يتدخلش، ولكن ده ما حصلش. اللي أنا عايز أوصله لحضرتك ان باتروشيف وصل الى مكانة كبيرة جدا جدا. يعني بولتون مستشار الامن القومي الامريكي في وقت ترامب كلم عنه قال ايه؟ قال الراجل ده بيتعامل باحترافية كبيرة جدا، ونادر لما صوته بيعلى، دايما بيتحدث بهدوء وبرزينة. اذا الراجل ده مشهود ليه ان هو محترف فيما يفعله. لما جينا عندنا في سنة 2022 وروسيا حصل لها إخفاقات، وبعض الإخفاق الكبير اللي حصل في خاركييف وانسحاب القوات الروسية، وتكبدت روسيا في مقتل من الجنود بآلاف الجنود ساعتها، هنا بقى كانت روسيا جابت مين؟ يافجيني بريجوجين. يافجيني بريجوجين اللي كان مشغول في أفريقيا ما بين الذهب والألماز
وتكوين ثروة كبرى في أفريقيا. جم قالوا له احنا عايزينك تدخل هنا في المعركة، وابتدى يافيجيني بريجوجين مع قوات فاجنر ان هو يدخل في الحرب. باتروشيف ما كانش راضي من البداية عن الموضوع ده، كان هو ومجموعة كبيرة يقولوا لبوتين ما ينفعش انك انت تخلي في جيش موازي موجود مع الجيش الروسي، ولكن بوتين كان ليه وجهة نظر في الموضوع ده. في الوقت ده ابتدى يافيجيني بريجوجين يدخل في صدام مع رئيس الأركان الجيش ومع شيجو قائد الجيش أو وزير الدفاع الروسي، فابتدت من هنا تحصل مشاحنات، لدرجة أنه بيسجل أن مرة كان ساعتها بريجوجين اتصل بالرئيس بوتين، وكان في بوتين لما كان جالس مع مجموعة من الصفوة المقربين ومنهم باتروشيف طبعا، واتكلم ساعتها بريجوجين بشكل غير لائق مع الرئيس بوتين، وساعتها باتروشيف قال الرئيس بوتين ما ينفعش انك انت تتكلم معاه مرة تانية. وبالفعل الرئيس بوتين بقى بيتجنب تماما المكالمات معاه، لدرجة ان احنا وصل ما بيننا الصدام مش بشكل مباشر، ولكن اتضح للرئيس بوتين ان باتروشيف كان كلامه صحيح الخاص ببريجوجين، ولكن في نفس الوقت بتوضح صحيفة الول ستريت جورنال ان كان الرئيس بوتين ساعتها يهمه حتى لو في فريقين موجودين عنده ان هم يبقوا على نوعا ما من الخلاف ده طبقا لكلام الامريكان والول ستريت جورنال. الى ان جه في يونيو سنة 2023 السنة دي وقررت ادارة الروسية والكريملين ان هم يتخلصوا من فاجنر. ازاي؟ قالوا قوات فاجنر تروح تسجل اساميها وبياناتها في وزارة الدفاع الروسية. مين اللي اتجنن؟ يافيجيني بريجوجين راح واخد 25,000 من قواته وراح طالع على روستوف قيادة المنطقة الجنوبية في روسيا هناك، وفي الوقت ده كان رئيس الأركان ويشيجو وزير الدفاع موجودين، بس قبل ما يوصل يافيجيني بريجوجين خدوا بعضهم وراحوا ماشيين، راح هو داخل هناك في روستوف وأعلن انقلابه في يوم 23 من يونيو السنة دي في سنة 2023. كان مين اللي بيتدخل في الموضوع ده كله؟ باتروشيف. حسب الكلام ان بوتين ما كانش موجود في الكريملين. مين اللي اجرى اتصالات كتير جدا؟ باتروشيف. باتروشيف حاول ان هو يتواصل مع يافيجيني بريجوجين اكتر من مرة ما بيردش، الكريملين بيتصل بيه ما بيردش، فيعمل ايه؟ يتصل بشخصيتين، رئيس كازاخستان و رئيس بيلاروسيا. رئيس كازاخستان رغم ان روسيا وقفت جنبه في وقت التظاهرات ومحاولة الانقلاب عليه الا ان هو مردش الجميل واعتذر وقال انا مش هقدر اتدخل ما بينهم، ولكن رئيس بيلاروسيا هو اللي تدخل، وبعد محاولات لمدة 6 ساعات من رئيس بيلاروسيا ان هو يتواصل مع يافيجيني بريجوجين تم الاتفاق معاه على انك انت لو خليت قواتك ما تتجهش الى موسكو هتيجي انت والقوات بتاعتك عندي في بيلاروسيا، ويا سيدي كل العمليات بتاعتك اللي انت بتديرها خارج روسيا هتفضل انت وقواتك شغالين فيها ومفيش اي مشاكل. وهنا كان لازم يتم التخلص من يافيجيني بريجوجين، وقال لك ان هم سابوا يافيجيني بريجوجين لمدة 2 شهر كاملين، مش عشان هم لا بالعكس كانوا سايبينه في بيلاروسيا ويروح افريقيا ويجي، بل انه كمان في مرة من المرات وعرضتها لحضراتكم وهو في موجود في قلب الكريملين علشان كانوا عايزين يعرفوا مين كل اللي ورا يافيجيني بريجوجين، سواء من قادة عسكريين جوه روسيا، سواء من شخصيات سياسية جوه روسيا، سواء من خارج روسيا، مين الشخصيات السياسية أو الأجهزة الأمنية أو أجهزة المخابرات اللي على تواصل مع يافيجيني بريجوجين. كانوا بيقولوا ان رغم ان يافيجيني بريجوجين كان عارف ان هو بيتم تعقبه الا ان هم كانوا متعقبينه في كل لحظة، لغاية ما جه اليوم اللي هو باتروشيف أصدر فيه امر ان يتم مقتل يافيجيني بريجوجين، وعرض الامر على الرئيس بوتين وهو لم يمانع نهائي، وتم وضع القنبلة في تحت جناح الطيارة بتاعت يافيجيني واقلعت الطيارة، وبعد ما طلعت بنص ساعة تحطمت الطائرة وانتهى يافيجيني بريجوجين.
طبعا دي رواية طبقا لما قالته الصحيفة الأمريكية، ولكن النهاردة الكريملين طلع وقال ان دي عبارة عن خيالات. كل القصص اللي وول ستريت جورنال بتقولها عبارة عن خيالات. طبعا الوول ستريت جورنال استندت الأحداث دي حسب ما قالت لشخصيات روسية كانت في أجهزة المخابرات والأجهزة الأمنية، وأيضا شخصيات أمنية وأجهزة مخابرات أمريكية. ولكن أيضا مهما طلعت من أسرار فبتفضل في أسرار كتيرة خفية، خاصة في عالم أجهزة المخابرات. أتمنى المعلومات والقصة تكون نالت إعجاب حضراتكم، وبشكركم جدا جدا على المشاهدة. سلام عليكم.